عشت أول بداية التلج في فانكوفر. اليوم أول مرة ينزل عندنا تلج. النهاردة نشوف الساعة. النهاردة 12 فبراير 2019، والتلج حلو برضه يعني بصراحة، بس هنا بينزل مطر كتير. أنا محبش المطر، المطر هنا في فانكوفر اكتر من اللازم ومزعج صراحة، خليك تحس انك انت على طول مبلول وكده. شفنا الشجرة مليانة تلج. انا ماشي رايح اركب الباص، ربنا يستر بقى والباص ما يتأخرش كتير. والجو مش بارد قوي، مع ان انا لابس عادي صراحة بالنسبة للجو هنا. اوكي، نشوفكم على خير.